الترانيمي والشكر إلى الله. مسيحيو البحرين يرحبون بقدوم قداسة البابا. بابا فرانسيس علامة رجاء وأمل، خاصة بهالبشرية اللي نحن عايشين فيها، بسط هذه البشرية اللي نحن عايشين فيها. دائما هو رسول فرح، رسول سلام، رسول أمل. وأكيد الدعوة اللي دعاها له جلالة الملك المعظم فعليا بتعبر على عمق الاحترام بين هالرجلين العظيمين، جلالة الملك والبابا فرانسيس. واثنيناتهم هم عم بيسعوا إلى السلام، إلى المحبة، إلى الحوار، إلى لقاء الآخر. وهيدي القيم هيدي كلنا نحن لازم نعيشها ولازم نشجعها بالمجتمع اللي نحن عايشين فيه. إننا نفتخر ونعتز بزيارة البابا روما، رأس الكنيسة الكاثوليكية، بدعوة من سيد صاحب الجلالة الذي هو أصبح رمزاً من رموز التسامح والتعايش في العالم أجمع، حيث أن المحبة والتعايش هنا وجهان لعملة واحدة، ألا وهي بناء مجتمعات سليمة. زيارة البابا فرانسيس رأس الكنيسة الكاثوليكية للبحرين تعني لنا نحن المسيحيين خاصة معنى كبير جداً، تعني لنا محبته التي نراها في هذه الزيارة. وطبعا هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة جلالة الملك حمد المعظم. أنا عن نفسي وعن عائلتي أقول للبابا فرانسيس اطمئن على جاريتك المسيحية الموجودة في البحرين من عام 1940 عندما شيدت أول كنيسة في هذه المملكة الحبيبة القلب المقدس. نحن هنا في أمان، نقوم بشعائرنا المسيحية وفي أعيادنا بكل حرية وبكل أمان، فنحن هنا بخير تحت قيادة جلالة الملك المعظم وآل خليفة أجمعين. شكراً أهل البحرين، شكراً جلالة الملك، شكراً بابا فرانسيس، وأهلاً وسهلاً بك في هذا البلد الآمن المطمئن، وعاشت البحرين. طبعاً هاي يوم وايد إحنا نفتخر ونعتز فيه، لأن سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة يعزم البابا فرانسيس إلى ديارتنا مملكة البحرين. هاي فخر لنا، وإحنا وايد مستانسين إن فعلاً هالشخصية العظمى موجودة ويانا في البحرين. هاي يدل على السلام، يدل على شلون المملكة البحرين تفتح يدها لكل الديانات وتحتضنها. لو سهلة بالبابا فرانسيس بمملكة البحرين، احنا جدا سعيدين ان البابا اجى على مملكة البحرين. هاي فرصة ما يعني ما بتتكرر، ما بتحدث بأي مكان في العالم، قليل ما تحدث. يعني احنا كثير مبسوطين قدرنا نشوفه، قدرنا نصلي معه، وبمملكة بيارد بمثل مملكة البحرين احنا كثير سعيدين نكون موجودين بهالحدث هذا. اهلا وسهلا البابا بمملكة البحرين، بيتك الثاني، وان شاء الله نشوفك اكثر من مرة هون في البحرين، واحنا كثير سعيدين انك جيت.